أذهب لي السيد أبو بكر بديب هذه المرة. سيد أبو بكر، ما توقعاتك أيضا بشأن هذه التهديدات، يعني سقفها، وهل تتوقع أنه ستكون عملية محدودة أم ستكون مساحة أكبر وجبهة جديدة ستفتح إلى جانب الجبهات المفتوحة بالفعل منذ هذا العدوان؟ شكرا جزيلا سيدتي، وشكرا للضيوف الكرام والمشاهدين أيضا. في نقطة مهمة، أنا أتصور أنه من المهم قبل الخوض في ما مدى، يعني إلى أين سيسير هذا المشهد، أن نضع لها القاعدة الرئيسية، وهي تتصف بأنه طالما العدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة مستمر، وطالما لم يصل إلى تسوية حقيقية لإيقاف إطلاق النار وإيقاف الإبادة الجماعية الموجودة في غزة اليوم، أعتقد ستكون كل السيناريوهات مفتوحة وكل الجبهات ستكون مفتوحة. لكن إلى أي متى يمكن أن تكون هذه السيناريوهات مفتوحة لتشمل حرب إقليمية أو تشمل حرب متعددة الجبهات بشكل أو بآخر؟ أنا أتصور اليوم إسرائيل لديها مجموعة من المحددات صعب تتجاوزها. المحدد الأول أنا أتصوره أولا الإنهاك الكبير الموجود للجيش الإسرائيلي في غزة، وأنت تتكلمي على حرب حوالي 10 شهور، أي جيش يدخل في هذه المعركة بهذا الاستنزاف الكبير تظل مجهدة. ثانيا الخلافات الكبيرة الموجودة في الداخل في حكومة الحرب الإسرائيلية، هناك خلافات كبيرة تحاول أن تفرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي إيجاد تسوية لما يحدث في غزة، وبالتالي سيكون من الصعب إيجاد إجماع لفتح جبهات جديدة رغم حرجهم الكبير في أهمية الرد لرد اعتبارهم بشكل أو بآخر. رقم ثلاثة، اليوم في ضغط دولي كبير يتصل بالضغط على إسرائيل وعلى الحكومة الحرب في إسرائيل، أنه المشهد نفسه على مستوى الأمريكي وعلى مستوى الغربي ملتبس، أوروبا مجهدة ومستنزفة في الحرب الروسية الأوكرانية، أمريكا لديها حسابات داخلية ومشغولة من الآن إلى نهاية السنة، وبالتالي قد يجد نفسه نتنياهو وحكومة الحرب أنها غير قادرة على فتح جبهات طويلة الأمد، خصوصا أن التقارير تتكلم على نقص في الذخيرة، إجهاد في المعنويات، إجهاد في الجبهات التي تديرها إسرائيل. النقطة الثانية والأهم أنه إسرائيل وحزب الله، أو إسرائيل وإيران تحديدا وميليشياتها في المنطقة، يفهموا ويلعبوا وفق قواعد الاشتباك ولا يريدوا تجاوزها، وبالتالي إذا حاولت إسرائيل الرد عما حدث في مسجد شمس وضرب مواقع محددة زي ما قال زميلنا من بيروت، محددة المكان والزمان، وبالتالي هم يحاولوا مثل ما فعلوا في اليمن ضرب للأسف بنية تحتية لا تضر حزب الله أو لا تضر الحوثيين، وإنما تضر الشعب اللبناني، وبالتالي سيحاولون قدر الإمكان ألا يتجاوزوا بشكل أو بآخر قواعد الاشتباك المفروضة، لأن الأطراف الدولية تضغط على إسرائيل وتضغط على طهران وأيضا تضغط على الحكومة اللبنانية. قد تكون الحكومة اللبنانية غير قادرة على الضغط على إسرائيل على حزب الله، ولكن هناك مجموعة من الضغوط من فرنسا، من بريطانيا، من أمريكا على الأطراف التي تدير المشهد اليوم بين إسرائيل وحزب الله حتى لا يتم توسيع النطاق، لأن كل الأطراف لن تستطيع بشكل أو بآخر أن تتحمل عوائق هذه النجاح. إسرائيل واحتلال الإسرائيلي مجهد ومنهك، أيضا لبنان غير قادر على استيعاب أي ضربات مستقبلة، إن اقتصاد منهار، حكومة مشتتة، وضع غير قابل على القياس.